ربيع مالك. مظبوط الاسم هيك؟ نعم. انت ليش بدك الباسبور؟ انا بدي اعمل باسبور لانه بدي سافر انا والجوقة على اوروبا. جوقة؟ انت بتغني؟ نعم. هاي الهوية منا قانونية، ما فيك تروح لمحل. لما جيبوك لعندي كان عمرك 3 شهور، بس هذا ما بغير شيء. بعدني امك، بعدك ابني، بعدني بحبك، انا اللي ربيتك. انا حالي شو حتعملي؟ بدك تجيبي لي وثيقه ولاده ربيع حتى سجله. ضاعت بالحرب، نقلنا كثير بيوت، وهي من بين كثير اشياء ضيعناها. مساء الخير، اهلا وسهلا بالجميع. أختك؟ إيه ابن أختي، سلمني. أنا بعرفه من هو صغير. كيف لقيتني؟ وين؟ أنت خلصت لي حياتي؟ أو عفيت عني وما قتلتني؟ ما عندي شي خبي. يلا وينن الشباب؟ إيه؟ بس خيالك كان زلمة إيدن، ما بعرف ليش كذب ولا كان هو رأيكم هنيك. ليه مهتمين بهالقصة بعد كل هالوقت؟ أحلى عرسين سوا. ما عم بلاقي اسمي بأي محل، لازم أعرف أنا من وين. شكراً.